طيب معانا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. أنا السلام عليكم. السلام. اتفضلي. بقول لك يا شيخ، أنا عندي بنت عندها سنة وثلاث شهور أو أربع شهور، وهل أنا لما يعني أشطفها أو أوضيها ويكون أنا معي وضوء فبينتقد وضوئي أنا ولا لأ؟ حاضر، أي سؤال تاني؟ لا شكرا. هو سبحان الله البنت الصغيرة يعني حاولي بعدما توضئيها أن تعيدي وضوءك مرة ثانية. لما؟ لأنه هذه اليد ستمس العورة الخاصة بهذه الطفلة، فإذا مسست عورة الغير حتى ولو كانت بنت صغيرة، وهذا من نواقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، فعليك أن تعيد الوضوء لأن هذه عبادة، فعليك بالأرجح والأيقن لا على الظن إن شاء الله، يبقى أنت تعيد وضوءك مرة أخرى إن شاء الله.